هيدي اول مره بيجي فيها على الجامعه اللبنانيه. مثل ما بتعرف السلام اني خريج جامعه السوربون، سوربون تحتها. قررت اترك شهادتي بالبيت واجي اشوف شو عم يصير بقلب الجامعه. ليش هالعالم هالتلاميذ زعلانه؟ تركت اهلي، تركت البقرات ونزلت لشو؟ كمل اتعلم. اخر شيء بيجي بقول للدكتور خلص فل على البيت، ما عادش في كهرباء. الشيء اللي خلينا ننزل على الشارع انه فصل الكهرباء عن الجامعه. ما في كهرباء بالصفوف، كيف بدنا نتعلم نحن؟ طيب انبسطوا، روحوا ظهروا، روحوا اعملوا لكم شيء حلو. اكلنا اخترب بالفويه ونتعلم على العتم مع ضوء الشمس. يصير في كهرباء ومي لحتى نتعلم. الجامعه خراب وخراب. صار في كهرباء ومي حتى نتعلم؟ لا. احنا ما تصميم اهل لانه ما ندرس ما نتعلم ان الكهرباء ترجع للكليات. هذا شيء جديد، ما انه كلنا كل العالم قاعدين بلا كهرباء، ليش بدكم تنقوا يعني؟ الكهرباء موجوده بس الموظفين قاطعينها للكهرباء. طب انزل علي الدجنتير، خد اربع خمسه من اصحابك، لك قد انتم شو 20 واحد هون، انزلوا علوا الدجنتير. هلا في هذا الاختراع اخترعوه الشباب، ان شاء الله هلا حندرج نحن بكليه الهندسه. ضويتوا صف بها؟ ايه ضوينا بها للصف. ها اضويه ليد بتحطوا على بطاريه 12 فولت بيضووا. قديش كلفتك هاي كلها؟ شي 10,000. أنا لجاي على الجامعة. ما بنعرف. عشان تعلم. في ناس بيجوا لحتى يتبعكم. المدير عنده كهرباء بالقوته؟ بقى كهرباء ولا كهرباء بتفرق. هو مدير المفروض ايه؟ علقوا ليلى الشريط أو تفوتوا تعلموا عنده بالقوضة. في محل فيه كهرباء ومحل ما في كهرباء. هلا الاكل بده يدرس بيدرس وين ما كان، تحت الشجره كان يدرس من قبل. احنا عم نعطسهم عشان يرجعوا لنا الكهرباء، يلي هن قاطعين الكهرباء هن الموظفين الموجودين حاليا، لانه في خلاف بينهم وبين شركه الصيانه اللي جاي جديد. طيب جيب لك موتور كهرباء حطه هون واستفيد انت والعالم كله بمصاري وبتعطي للجامعه كهرباء. الاساتذه ما نزلوا ولا يوم معنا على الاضراب، بس لما دقوا بمعاشاتهم قرروا انه يعلوا الصوت. انها الجامعه اللبنانيه، يعني المفروض انها جامعه ومفروض انها لبنانيه، يعني لازم يتعودوا هالتلاميذ انه الشيء اللي بالبيت عم يتعلموها هون نفس الشيء، يعني لا كهرباء ولا ماء ولا هودي. المهم كلهم بقلب الساحه مع بعض عم يهتفوا بايد وحده وبصوت واحد على راس المنتخب موسى حجاج من دهب. كان معكم عباس عجاج حسن علي موسى جعفر بيبي شي.